السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة النهاردة الجمعة 6/11/2020، انتخابات الرئاسة الامريكية خلاص هيعلنوها ممكن الليلة او بكرة. جو بايدن خلاص ركب في البيت الابيض زي ما قلنا لكم امبارح، كنت عملت فيديو امبارح عن الموضوع ده وكنت تنبأت بفوز جو بايدن وكتبت او قلت ثلاث اسباب انا شفتهم من وجهة نظري اللي كانوا سبب في خسارة الرئيس دونالد ترامب. خلاص الموضوع خلاص يعني شبه اتلم، ولاية جورجيا خلاص يعني بياخدها وولاية بنسلفانيا، والولايتين دول يعني كانوا في الاغلب جمهوريين واخدهم، فخلاص يعني هيعدي ال 270 صوب بالراحة. اوهايو هنا اخد خلاص يعني دونالد ترامب اخد الاصوات بتوعها وبفرق كبير عن جو بايدن. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على امتيازات الرئيس الامريكي اقوى رجل في العالم، هتكتشفوا امتيازات كبيرة جدا بيحصل عليها رئيس امريكا، فالموضوع يستحق. بس قبل ما نتكلم عن الامتيازات دي هنتكلم عن حاجتين. الاول الخناقة اللي دايرة ما بين الناس وبعضها، انت اخترت جو بايدن، لا انت اخترت دونالد ترامب. ما تخلوا يا جماعة الناس تختار اللي هي عايز تختاره والناس تختار اللي شايفاه صح، الموضوع يفرق في ايه؟ ما دي ديمقراطية. اللي عايز يختار جو بايدن ما يختاره، واللي عايز يختار ترامب ما يختاره، ايه المشكلة؟ ما هي دي الديمقراطية، مش انتوا بتؤمنوا بالديمقراطية؟ فهي قلعة الديمقراطية، اكبر دولة في العالم فيها ديمقراطية. فانا طبعا واحد شايف خناقات، وهذا عميل وهذا خائن وهذا هارب وهذا بياخد فيها، اللي عايز يختار حاجة ما يختارها. فجماعة يعني هم هنا في امريكا هنا اصلا مش شايفيننا اصلا دلوقتي في الانتخابات بتاعتهم، ما لهمش علاقة اصلا بالشرق الاوسط كله ولا بالعرب ولا باي حد اصلا، يعني هم فيهم اللي مكفيهم دلوقتي، ما بيفكروش فينا. اشمعنى انتوا عايشين في مصر او في الدول العربية وعمالين بتفكروا مين ده اختار دونالد ترامب؟ لا ده جمهوري، لا ده ديمقراطي، ما اللي اختار حاجة يختارها. فياريت يعني يا جماعة ايه نهدي اللعب شوية في الموضوع ده، لان ايه هي السياسة الامريكية سياسة واحدة. انت لما يكون عندك النهاردة مصنع ولا عندك شركة ولا عندك جاس ستيشن ولا عندك محل ولا عندك اي حاجة، انت بتجيب موظف عندك، الموظف ده بيحقق لك السياسة اللي انت عايزها مش السياسة اللي هو عايزها. يعني انت لو هو يمين ولا شمال هو مربوط بحاجات وبقوانين وبسياسات انت حطيتها له عشان يمشي عليها. فالموظف هنا في امريكا او الرئيس هنا في امريكا بيكون دوره تنفيذي شوية، مش دوره يعني ما بيجيبش من دماغه ما بيخترعش. لازم تخلي بالكم النقطة دي. في طبعا شروط عشان تبقى رئيس جمهورية هنا في امريكا، هقولها لكم برضو بسرعة قبل ما نتكلم عن امتيازات اقوى رجل في العالم. اول شرط عشان تكون رئيس امريكا لازم تكون امريكي المولد، لازم تكون مولود هنا في امريكا. ومش بس كده، لان انت ممكن تقول بسيطة ابعت ابني يتولد هنا وابقى اخليه رئيس امريكا اجيبه بعد كده يبقى رئيس امريكا، لا طبعا لازم يكون مولود هنا، ولازم يكون قبل ما يترشح للرئاسة يكون بقاله 14 او 15 سنة عايش في امريكا. يبقى ده الشرط التاني. الشرط التالت لازم يكون سنه 35 سنة عشان يقدر انه يترشح لقوائم الحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي. فهم دول الثلاث شروط اللي عشان تبقى فيهم تقدر تدخل بس وتقدم اوراق ترشحك لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية. طيب هندخل دلوقتي في امتيازات الرئيس الامريكي. في طبعا مميزات كتيرة جدا جدا، المميزات دي اختلفت من رئيس لرئيس، ولكن يعني هنتكلم على القاعدة العامة لانه في ارقام زادت وارقام قلت على مدار المئة سنة اللي فاتوا. اول ميزة من مميزات الرئيس الامريكي هو انه بيسكن ببلاش في البيت الابيض، بيسكن ببلاش، ما بيدفعش ايجار، ما بيدفعش مورجج، بيسكن في البيت الابيض وحديقة البيت الابيض بتبقى بتاعته، وبيقدر ياخد الفاكهة اللي هو عايزها وكل المحاصيل اللي بتنتج من حديقة البيت الابيض هو ايه المعلم بياخدها. فيبقى اول حاجة ان هو بيسكن في البيت الابيض ببلاش. تاني حاجة بياخد بدل عفش 100,000 دولار فرنيتشر عشان يفرش البيت الابيض، وعلى اساس انه يحس انه قاعد في مكانه مش قاعد ضيف عند حد، فبيديله 100,000 دولار على اساس ان هو يعني يجيب عفشه كده اذا كان من اي مكان ولا كده. طيب الحاجة الثالثة انه بيكون عنده طيارة خاصة ببلاش، والطيارة دي بتبقى طيارة بوينج وبتسيع ل 100 شخص، وبيبقى فيها مكان للعلاج ومكان للطعام زي كيتشن او مطبخ جوه الطيارة كبير جدا وبيتسع ل 100 شخص، فتخيلوا حجمها عامل ازاي. فطبعا ده برضو من ضمن المميزات بتاعته. الحاجة الرابعة ان هو بيركب ببلاش، بيكون عنده عربية وحش
بيركب فيها ببلاش يمين ولا شمال، ويروح في اي حته عنده عربيه بسوقها. وطبعا الحمايه طبعا ليه 24 ساعه ليه والافراد اسرته. طيب الراتب بقى اهم شيء في القصه دي، بياخد 400,000 دولار سنويا. 400,000 دولار سنويا ده رقم كبير جدا جدا، هنا انت بتتكلم في حوالي 33,000 دولار وكسر في الشهر، فده رقم كبير محدش بيقدر يعمله هنا كموظف. يعني هنا انت كموظف ممكن تعمل لك 6 7 8 10، ودي يبقى رقم كبير جدا بمقاييس امريكا هنا، خاصه لما يكونش عندك بيزنس. فلما تكون بتعمل 33,000 دولار في الشهر ده رقم ضخم جدا، فطبعا راتب كبير جدا جدا لرئيس الولايات المتحده. كمان من ضمن الحاجات بياخد 50,000 دولار بدل نفقات اضافيه. انا مش عارف بدل نفقات الاضافيه ده يعني بيبقى مخصصين لايه بالظبط، ما اعرفش برضه ليه، ممكن يكون ان هم ليهم علاقه ببدل الملابس او كده ما اعرفش. برضه بيكون ليه حق تعيين السفراء، حق بيبقى طبعا رئيس الحكومه، رئيس الدوله، القائد الاعلى للقوات المسلحه، بيقدر بعد ما بيخلص يعني المده بتاعته سواء اذا كان 4 سنين او تجدد له 8 سنين، بيقدر يكتب مذكراته. الرئيس كلينتون عملها، والرئيس باراك اوباما السابق عملها برضو، فبيعملوا مذكراتهم بارقام كبيره جدا جدا. غير كمان ان هم بيكونوا عندهم فرصه زياده عن اي حد ان هم يحضروا دروس او مؤتمرات او محاضرات يعملوها وبياخدوا عليها، يعني الساعه بتاعته تبقى برقم كبير عشان يروح اي مكان، او يطير بطياره عشان يروح جامعه مثلا في الغرب او جامعه مثلا في الجنوب في جورجيا ولا في فلوريدا ولا في اي مكان. في الحاله دي بيعمل المحاضرات بتاعته برقم كبير جدا جدا، مهما كان اكاديمي او سياسي او محاضر او كده ما بياخدش الرقم اللي كان بياخده او اللي بياخده رئيس جمهوريه سابق. بس هم دول الامتيازات بتاعه رئيس الجمهوريه. خلاص جو بايدن خلاص يا جماعه حسمها المساله، مساله وقت. المفروض انتوا تهدوا، مفيش حاجه مستاهله تتخانق مع حد او تعمل مشكله مع حد، اصل اختار ترامب اختار جو بايدن، اللي عايز يختار حاجه يختارها. تعليق شفته في ناس ليها وجهات نظر مختلفه في الموضوع ده، يعني في واحده في تعليق انا شفته لواحده فلسطينيه عايشه هنا في امريكا بقى لها بتاع 20 سنه بتقول ان انا اخترت ترامب لان ترامب بيكره فلسطين وواضح وصريح في الموضوع ده، فهي احترمته او حبته او اختارته على اساس ان هو بيكره بلدها وواضح في الموضوع ده ونقل السفاره واخد موقف حاد من فلسطين. فوجهه نظرها خلاص، يعني هتعمل لها ايه؟ هي حره، ما هي ديمقراطيه، ما هو ده النظام يا اخوانا، يا تقبله بشروط اللعبه كلها يا خلاص بلاش منها. لكن الديمقراطيه بتاعتي لما ما تجيش على هواك تقول لا. انا الفيديو اللي انا عامله امبارح ناس كتير قالت انت اخترت دونالد ترامب، وناس كتير في التعليقات برضو قالت انت اخترت جو بايدن. فيعني سواء ده ولا ده ما يهمكش، انا اخترت ايه، انا اخترت مين، اهم حاجه انه ايه الامور تمشي تمام. انا اتعمدت ان انا اصور الفيديو في طريق على اساس انه كان في ناس بتقول ان هيحصل اعمال شغب واعمال عنف ومش عارف ايه، مفيش اي حاجه. على الاقل بتكلم في ولايه اوهايو، الطرق زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه تدل على ان في قلق. بتكلم على اوهايو برضو، مفيش حواجز، مفيش ناس ماشيين باسلحه، ناس مدججين بالاسلحه، مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص. ان شاء الله الامور هتعدي على خير. بس هو ده كل حاجه النهارده. ما تنسوش يا جماعه مش مشترك في القناه اشترك فيها وتدوس على الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها من جوه امريكا، وتدوس برضو على علامه اللايك قبل ما تقفل، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.